نمبرنج سيستم او انظمه الاعداد بالنسبه للكمبيوتر او لاي امبيدد سيستم، اي داتا هو بيتعامل معها وباصص بداتا، اغاني، فيديو، كلام، لوورد يعني صور، درجه حراره، مسافه، ايا كان، اي حاجه فيزيكال بالنسبه للامبيدد سيستم هي عباره عن ارقام. فمهم جدا انك تفهم هو ايه اصلا ارقام والنمبرنج سيستم ده اتعمل ازاي. تمام، اي نظام اعداد او نمبرنج سيستم موجود مكون من ثلاث حاجات اساسيه. الحاجه الاولانيه اللي هو بيتكلم مكون منها اللي هو النقطه الاولانيه، اسف ثواني، النقطه الاولانيه اللي هي الديجيت. يبقى اي نمبرنج سيستم عباره عن مجموعه من ديجيتس، مجموعه من الارقام. على سبيل المثال بالنسبه للباينري بالديسيمال او الرقم النظام العشري، فهو مكون من 10 ديجيتس، عشان كده بنسميه النظام العشري، وهي من 0 لحد كام؟ 9. النقطه الثانيه البوزيشن، اللي هو الاماكن اللي موجود فيها، وكل ما البوزيشن بتاعك بيزيد، يعني كل ما انت ماشي في البوزيشن ناحيه الشمال كل ما الفاليو والقيمه بتاعه العدد بتزيد، كل ما سعره بيزيد. على سبيل المثال رقم 9 لما تحطه في خانة الأحاد بقى 9، لما تحطه في خانة العشرات بقت قيمته ب 90، لما تحطه في خانة المئات بقى ب 900، وهكذا وانت ماشي بقى الى ما لا ايه نهاية. فتاني نقطة البوزيشن او اللي هو الاماكن الخانات بتاعتك اللي انت شغال فيها. النقطة الثالثة البيز او الباور، اللي هي القيمة بتاعت كل خانة. بالنسبة لنا دي بجيبها منين؟ بتمثل عدد الأرقام اللي بيتكون منها السيستم. فلو السيستم بتاعي بتاع الأعداد ده ديسيمال يعني عشري مكون من 10 أرقام، يبقى البيز بتاعه مكون من 10 أرقام. حتى أنا بقول لك where the base is defined as the total number of the digits available in the system في numbering system. تمام؟ طيب تعال نجرب الكلام ده على الديسيمال. قالك الديسيمال ان هو مكون البيز بتاعه 10، ليه يا عم؟ لانه مكون من ارقام من 0 لحد 9. طب القيمة بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ عادي خالص، عندنا رقم معين وليكن 1234، ده اصلا عبارة ازاي او اكتسب الفاليو بتاعته دي ازاي؟ قالك هو عبارة عن 4 في الخانة 10 اس 0، لان دي الخانه الاولانيه، فاحنا بنبدا الاس بتاعها ب 0، فبالتالي 10 اللي هي البيز لانه مكون من 10 ارقام اس 0. يبقى اذا عندي السيستم بتاعي ده هيبقى 1 يبقى 4، يبقى الرقم الاولاني هنا ب 4. الرقم الثاني اللي هو 3، هو 3 في 10 اس 1 اللي هي الخانه الثانيه، يبقى ايه؟ ب 30. عشان تلاقي حتى هنا ب 30. بعد كده الرقم التالت اللي هو الخانة التالتة عندي 2 في 10 أس 2، لأن أنا بادئ بخانة 0، خانة 1، خانة 2، يبقى 10 أس 2 اللي هي ب 100، يبقى ب 200. واحد، رقم 1 لما تحط في الخانة الرابعة اللي هي 10 أس 3 بقى ب 1000، فيطلع لك تجمعهم يطلع هكذا. طب إيه هي النمبرنج سيستمز التانية غير الديسيمال؟ عندي الباينري نمبرنج سيستم والأوكتال نمبرنج سيستم والهكسا ديسيمال، النظام الثنائي والنظام الثماني والنظام السداسي 10. الاوكتال انا مش هتكلم عنه لان نادرا جدا لما بنحتاج بيه في الامبيدد سيستم. بالنسبه للباينري باين من اسمه ان هو النظام الثنائي، فهو مكون من 2 ديجيت اللي هو 0 و1، يبقى بالتالي البيز بتاعه ب 2. الهكس ديسيمال مكون من 16 رقم او من 16 ديجيت، فالبيز بتاعه ب 16. طب يعني ايه 16 رقم؟ اللي هو من 0 ل 9، والحروف من ايه ليف حروف، يعني هجمع على حروف هنقول معناها ايه قدام شوية. الباينري سيستم زي ما انا قلنا الكلام اللي موجود عندنا، وهنا ده رقم باينري اهوت. الرقم الباينري مكون من ديجيتس او بيتس. البيتس هي اصغر وحدة قياس في الداتا، اللي هي يا صفر يا واحد. وبالنسبة لنا ده النظام الاساسي للكمبيوتر بفهمه. الماشين لانجوج اللي هي الباينري سيستم عبارة عن اصفار وايه ووحايد. تمام؟ فكل شغلنا اصلا في الواقع سواء بقى كمبيوتر اللي هو اي تي سوفت وير او امبيدد سوفت وير، لو ما انتش عارف الفرق ما بين الاثنين ارجع للفيديوهات اللي فاتت هتعرف الفرق كويس ما بين الاي تي سوفت وير ديفلوبر والامبيدد سوفت وير ديفلوبر. ايا كان الاثنين شغلهم في النهايه البروسيسور بيشوفه عن مجموعه من الاصفار والوحايد،
وده يعتبر فيرتشوال وورلد، في الواقع واحد يعني شورت سيركت، يعني في اشاره 5 فولت، اما الزيرو يعني اوبن سيركت، يعني مفيش اصلا اشاره كهربائيه. تمام. طيب ببص للرقم ده ازاي؟ عادي من اليمين خالص عندي هنا، ده اسمه الليست بت، يعني البعيده القليله اللي القيمه بتاعتها قليله، يعني الفاليو بتاعها قليل. هنعرف الفاليو بتاعها قليل ليه دلوقتي. والاخيره دي بتبقى اسمها الموست بت، اللي هي القيمه الكبيره بتاعتها دي، اعلى فاليو موجوده ليها. نفس التحويل ونفس الكلام اللي احنا عملناه هناك، بدأ عشان يعرف القيمه المكافاه للراجل ده، قال لك 1 في 2. ليه في 2؟ البيز بتاعه 2 لانه مكون من رقمين بس، ده النمبر اكزيست. في الخانه 0 يبقى 2 اس 0، يبقى الرقم ده القيمه المكافاه ليه بالديسمال بواحد، زائد 0 اللي هو الرقم الثاني، في 2 اس 1 لانها الخانه الثانيه، يبقى بيساوي 0. بعد كده عندي 1 اللي هي الرقم الثالث، يبقى 1 في 2 اس 2 اللي هي الخانه الثالثه ب4. وبعد كده 0 في 2 اس 3 ب0. 1 في 2 اس 4 ب16 يطلع الرقم ب21. شويه مصطلحات على السريع كده، احنا قلنا ان الرقم الواحد من دول اسمه بت، ودي اكبر اصغر وحده قياس، اسف اصغر وحده قياس. الوحده اللي بعدها اللي هي النبل، ودي النبل عباره عن 4 بت، نبل يعني عباره عن 4 بت، ونقدر نقول عليها هاف بايت يعني نص حرف. ليه؟ لان الحرف عندنا في النمبرنج سيستم ممثل في 8 بت. ماشي، يبقى احنا ماشيين كده وحدات القياس نبل، قصدي بت ثم نبل ثم بايت. تمام. بعد كده عندك حاجه اسمها وورد، الوورد اللي هي الكلمه، والكلمه عندنا في الباينري سيستم بتبدا باتنين، باتنين ايه؟ بايت، يعني 16 بت على الاقل. ده الباينري سيستم، وده كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عنه بالنسبه لنا دلوقتي. الاوكتال طبعا قلنا احنا مش هنتكلم عنه لان مش محتاجينه. بالنسبه للهكس ديسمال سريعا كده، الراجل ده مكون من ارقام من 0 لحد 9، دول 10. اما الحروف فهو كل حرف من دول مكافئ رقم اصلا، عشان الحته اللي قلت لك في الاول. فحرف الايه بيماثل رقم 10 في الديسمال، حرف البي 11، الاي السي 12، الدي 13، الاي 14، والاف ايه 15 زي ما انت سايب. نفس الكلام طبعا مفيش اي اختلاف خالص، نفس الشغل برضو. انا حاطط الاي هنا في الخانه 0، هتبقى اي في 16 اس كام؟ 0، زائد دي في 16 اس 1 لان دي الخانه 2 اند سو اون، يطلع لك الرقم اللي موجود عندنا ده. بس بالنسبه لي معلومه بقى تعرفها سريعا كده، الفرق ما بين الباينري والهكس ديسمال، انا عملت ليه هكس ديسمال اصلا؟ لان كل ديجيت من دي، كل ديجيت من دي تكافئ 4 بت، بتكافئ ايه؟ نبل كامله اللي هي 4 بت. فبالتالي لو انا عندي رقم مكون من 128 صفر وواحد، ولو انت رجعت لما نشوف الحصه الجايه في الميموري هنعرف ان ده بياخد مساحه كبيره جدا في الميموري، مكون من 124 بت، يعني مكون من 124 ديجيت، ده رقم قيمه معينه بالباينري، اقدر ان انا اخزنه او امثله في الهكسا ديسيمال في 64 بت بس. ليه 64 ولا لا 128 على الاربعة تدينا كام؟ تدينا 32. فال 32 بت بس. ليه؟ لان كل بت، كل ديجيت موجودة جوه الهكسا ديسيمال المكافئ ليها هو 4 بت في الباينري. فالهكسا ديسيمال ما هو الا اختصار للحجم بتاع الداتا برزنتيشن، انك بتحول اي داتا للماشين لانجوج، وده بيستخدم في النهايه انه بيسهل عمليه نقل الداتا مش اكتر. لكن بعد كده لما بيروح للبروسيسور، حتى لو انت بعته له هيكسا ديسمال، البروسيسور بيحوله او ما يسمى بعد كده في الواقع الكومبايلر هيحوله لنا للباينري عشان خاطر البروسيسور يفهم. السيشن الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الميموري، طيب وايه هو الريجستر والادرس والبت، هيبان لك الموضوع ده اكتر. اشوفكم على خير.